السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة يو برنامج كي إفتين كإسلام كا برنامج كي إفتين كإسلام كا إنتي ني هوري نولا سعوتي حلقة دي هوري وكان كوه ريسي وحان كوفلقين لي قور كا يو قويس كإسلام كا وحانا برنامج كي إغلاق بقادنا يي إسلام موضوع عن مركان كهل ليني شي محمد إبراهيم شاكول أو حدنا ما أنتي برنامج كي جل قيب قادنا يا موضوع أروح عنكم فلنقين دونا هدي الله أود له وجلاده مد حرير لاله برنامج كي هوري أما حلقة دي تنكو رئيسي أنا جو هوري وفلنقين أي أما وهذا الله قيبه بدن وكم ده قيس كا وحنو مركان كو إيه جينا أريمه أي مهم كتهاي إن لا إله ليه جور ككهر سجور كاس أما قيس كاس أنو قدو قيس لقول لي بانو ومركلة يو برنامج كي إفتين كإسلام كا شو محمد إبراهيم شكول حلقة يو هرسدان وقا هذا اللي أما ميليه أن تابناي وحا كمي دها قور كا يو قويس كا إسلام كا وحا ندر كا هذين وقويس كا إسلام كا سيدا ونقون لها قويس لغو ليبانو مركا سيدا قويس كا سيدا ونقود قويس لغو ليبانو وحا أباهن يا إنتا أن ليس قور سنبا إن أي تيران وحعد يو قابل إلاليو حكم إذا شيخ قضبلاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، رنتي قضب كني وقضب آذ أساسي و جورك أساسي و وحكست وحيوب هيه بلانينج يو إلا لسي قرشيه انتان لجلين كهر وحيابها مركا حسيدة مدن وحاكم إذا او إلا قادار ديغو او مركا هور متقانا لغا باران ديغو وحاكم إذا واندول مريا كدبنا قضب بين وقان دونا إن شاء الله تعالى وحاكم إذا دورة شدا دورة شوان أكسن قفك الله دورانا يو مركو نيكو قرسانا يو حو حكو دورانا يو قف نوعيب دورانا يو كون مركي جرسنا يسونين نوعي أما لو جرنين نوعي أبي ربط مركي دور الشدة ما يكون صلاة سنتها دور الشدة وين متقنا أي أصول وين يكون تاعي أنت رسمية لبو حرير كي علاقة الأحمر كرتها لبو ذقف أنت عن جرسنا ونعمة وين أنا كهذا الله لأن لبو ذقف سكمة سبودة يا مركو حرير باكرة حرير كاس حدود بولاية حدود إساسي محيطاي وقضب كلو أماشا سوغنا كجر وإن شاء الله تعالى عربنا إنا نتلمانو وحاكم إذا مهركة إن لغا سيحا الله ونقضو مهركي وح معقولة إنو نقضو إلا وضع لنعب معقول مركا كلها هي رانتا إيا بنانتا بواكا هدليا وحاكم إذا إن لغا وضع الله وما لغوه بصدو وحالي إله دو حفلدة هي عرسي هي عروسك يقاب كون نقول لها يدنا إن وحلسكي له هذا ولتلمامه ومهم مركب قضاء بضاس إن شاء الله تعالى أيام حان سلاية هاي وحي أساس أيهين قويسك بلو يسوع وما سنت هاي شو محمد هدي مركا أنت عن أن قضب قضب وقاعد أن قضب ككوباد ودور الشدة ابن آدم كقفل بإلهي دبعت جونيا إيه وحجاره إسقلا في عم بوليه لكن وحن قياسا يا مركا دورة شلة هذا هي واحد ترى وح أساسية هذا هل وكل دوانا هذا واحد على قارقود ما هي تاي واحد لو دورني يا ما قبل لو دورني أم وكل لو دورني بسم الله الرحمن الرحيم نبي صلى الله عليه وآله وسلم حكسرنا هذا حديث صحيح أبو هريرة وورينا يو والنبي صلى الله عليه وسلم أرنتها ونوقف فاهنا يو حديث كاس رسول صلى الله عليه وسلم وحوشة إنها وين كلو جورس إذا تنكح المرأة حوينك وحال لو جرسدا لأربعين أفر الريموت با لو جرسدا حديثك تذكر نسيف عن فهمان بالربع وبني آدم يقولن مركا أنت نهارة وواقع بكشة كينسة بني آدم يقع وأه بني آدم يروح جرسنا يقعد بدن صوص صعدة أيوة حكو دورتها وحيو حكو دورتان لجمالها قروح ذي ذا تطبع قروح ذا حكو دورتها ولمالها مال كذا أي ذاتك قاركود حكو دورتان ولي نصبها أي كدر تاع نسب كذا أي قويس كذا أي عدد الأشياء ماشي كسر جدا فاميلي كذا قرن واحد كجرسدان لدينها تاسو هذا كورن
inaga marka maxay noo furan oo ma taqaana aynu halkeen wax ka bilaabayna waxaan ka bilaabaynaa lidiiniha taribat yadaak diinta ku dooray nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka ya khalad loo fahmin oo la dhihin waxa afartaas lagu doortaa anigu marka tan ku doortay ama qurux baan ku doortay ama dhaqaalaan ku doortay ama qoyskan ku doortay ma aha waxa way xadiisku wuxuu tilmaamayaa in diinta lagu doorto laakiin guud ahaan bani aadamku saas wuxuu doortaa way inta hore innaga marka tawsiyada waa tan dambe ee ku dooro ma taqaana midda diinta leh weeyaan waxaan ku darayaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala isu waafajiyo qofka diin qof leh صفاتكن كلا في عنا له تلمامها عنا له فضل الله سبحانه وتعالى وذلك فضل الله يؤتي من يشاء هذه قبرني أي دين لا ضحي قروح هي قدر ستي قيس وناكس كسو جيدو نقالة هي سطو تاسي واحد وي واحد هيلي كربا معها مرك وارين وناكس وي لكن هذا نمبر وان واحد في رنسا دين تات في رنسا تام مرك هاد كي قدبت بقى واحد كي واحد كهل ليسا وحيابه كلا مرك دورشاد هذه شخصية هيد مرك markaasay soo galeysaa marka adiga maxaa ku wixiga adaa isoo duruftaada quruxda miya ku wixta iyada laftigeeda waaqiciyaan inay noqoto la quruxdu waa yaani رجل لفتي وذا النبي صلى الله عليه وسلم وحول ليه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هدو إذي ما دمر كيف على لحظة يا هذا أما أولياءي ذاتك والدين تي كاها على لحظة أما قبل إيه لفتي وذا لحظة هدو إذي ما دو قفة ذلك تهين دين تيس إيه خلقيس فزوجوها لو قريب النبي صلى الله عليه وسلم إيه طبعا ديسة إلا حديك إلا تفعلوا هدات سايل ويدان تكون في الأرض فتنة وفساد كبير أدونك وحكا دعايا فتنة إيا فساد أدو فرب بضان بعد دعايا والله بدي قف الدين ليسو دي دو وح بضان بعد دعايا خلالات بضان بعد دعايا وحاوي مركا مركا رقي وحا لقربا شردي كواد قبردو أي فيرن سو حاويان دين تا شردي اللبادنا وحاوي خلقة يا طبيعة عدا ونكسن طبيعة عدا ونكسن يا قبردو لفتك دوا لقربا لكن دومر كالسيقار الله حصي وحا الله حصي waxaa la doonayaa maadaama gabadh intaas oo sano la soo korinayay oo la soo kool korinayay oo la jecel yahay ninkii loo keenay waxa rabaa inuu yahay nin dabeecad wanaagsan ahlul cilmiga qaarba waxay leeyihiin halka waxaa laga fahmayaa ninku hadduu xataa diin leeyahay laakiin uu yahay nin adag oo khaliid ah oo qallafsan oo dabeecad qallafsan in loo diidi karo gabadh loo niyo nin dabeecad adag baa tahay oo qabiid ah annagu gabadhayada ku siin mayno in la dhihi karo ayaa laga fahmayaa bay dhaheen marka dabeecad wanaagu marka waxa laga rabaa ninka in ka badan inta dumarka laga rabaa ayaa ninka laga doonayaa gabadha laftigeeda laga rabaa dabeecad wanaagsan qof kasta muslim laga rabaa laakiin ninka waxa laga rabaa dameeshi isaga oday ka ah inuu dumarkana feer qalloocan baa laga abuuray mataqaana ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam khalaad badan baa ka dhacay ninkii inuu marka dulqaadkii iyo mataqaana raganimadii iyo dadnimadii inuu leeyahay ayaa laga doonayaa marka labadaas qodob taana dumarka taana ha macnaheedu ma aha in la diidan yahay in quruxda wax lagu doorto ama qoyska wax lagu doorto ma aha ama dhaqaalaha wax lagu doorto laakiin waxaa ka horeeya diinta ka horeysa diinta ka horeysa raggana waxa weeye waxaa la fiirinayaa dabeecaddii iyo diintii waxaa intaa dheer oo xadiid kale ay tilmaamayaan awooddii uu ku dhaqan lahaa ma aha inuu taajir noqdo qasab ma aha hadduu yahay waa fadli ilaahay laakiin inuu calal aqal maharkii iyo masruufkii iyo marashadi mas-uuliyaad baa imaan doona xuquuqda marka la gaaro ka hadli doona inuu iyadana maaragtay waa mahadsan tahay sheekh marka tilmaamahan aad tiri ha lagu doorto waxaa jira nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam qisadii mashhuurka ahayd ee gabadhii la tashanaysay oo tiri yaan guursaday oo labadani usoo bandhigtay oo uu ku yiri labadoodaba ha guursanin labadoodana laba tilmaamood buu ku kala sheegay midna wuxuu yeedhay qoorta usha kama dejiyo oo culimada qaarna leedahay waa dil qaarna leedahay waa safar badan yahay kan kalena waxaa lagu cilladeeyey cayr weeyo hanti ma haysto marka shuruudihii ragga laftiisa soo kuma jirto idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluquhu inay ku sii siyaadiyo laabada inuu wax haysto gabadha xataa doorasho waynu tilmaanay oo sidii gheyr mubaashara ayaan u tilmaanay xadiidkaasi waa saxiix gabadha faatima bintu qays nabiga sallallahu calayhi wasallam bay la tashatay laba nin
ayay tiri labada nin baa isoo doontay oo danaynaya dalab isoo gudbiyay maxaad ula talin lahayd labadiiba nabigu waa ka reebay mid waxa uu yidhi waxa weeye waa fasacluk waa nin aan waxba haysanin waxba haysanin oo dhaqaale haysanin taana waynu horeyn usoo tilmaanayo iyadoo qofkii aan laga rabo inuu taajir noqdaba haddana mas-uuliyad baa meeshii imanaysa wadhi inuu biilaa laga rabaa maharkeedii baa laga rabaa guri baa laga rabaa gogol baa laga rabaa marka waa muhiim waa shardi min shuruud mataqaanaa ka mid a zawaaj marka nabigu kaa wuxuu yidhi waxba ma haysto oo ilaahayna qur-aanku ku sheegay waliyastacfifi aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugnihim ullah min fadli ta labaad ninkana kalena waxa weeye waa nin aan degtiisa ka dhigin ushiisa la yidhi taana waxaa weeye sida raajixa waa nin dabeecaddii weyn oo dumarka garaacaya dumarku uu dilaya haweenku garaaca wey haweenkan la garaacana lama ogola ha oo iyadana insha allahu tacaala waynu ka hadli doonaa nacam waxaan ku darayaa innaga haddaan soomaali nahay dhaqanka soomaalida in badan bay arrimaha ka hadleen waxay dhahaan wiilkaaga waxyaabaha la yidhaha waxaa ka mid a wiilkaaga maalin buu hiilo kaaga baahay maalinkaas waa maxay waa maalinkaad hooyadii guursanayso haddaad hooye wanaagsan u guursato iyadaa mataqaanaa tarbiyeynaysa meel wanaagsan bay ka soo saaraysa wakadaalika gabadhu wiilkeeda ama gabadheeda maalinka wiilka uga baahay waa maalinka mataqaanaa aabihii uu guursanayo ahaa marka waxaa la doonayaa waxana fiiri waxaana fiiri haddana fiiri xaaladda waaqica fiiri waxa ka dambeeya iyo mustaqbalka iyo waxa iman karana fiiri ayaa waxyaabaha runtii aad iyo aad yaabka ule waxaa ka mid a dadka qaarkood inay mararka qaarkood quruxdoo keliya un inay fiiriyaan oo ninba waxaad arkaysaa ku gaboobaya doobnimo ku gaboobaya 30 sano 40 sano oo sidii qof isagu uu gacanta ku samaystay oo kale ayuu u raadinaya ama qof dabeecad noocaas oo kale isaga laftigiisa haddii miisaan la saaro waxaa laga yaabaa inuu mataqaanaa ku dhaco inuu waayo qofkii u raadinayo isaga laftigiisu marka waxaa loo baahan yahay mataqaanaa waaqiciya iyo inaan dhexdhexaysanno ayaa loo baahan yahay isla qodobkaas intaana ka gudbin oo aana qodob kale u gudbin doorashada dad fara badan waxay kuleeyihiin waxbaan dooran lahayn laakiin dhibka nagu haya waxa weeye qof baan jeclahay marka ma fiirinayo waxba macnaha ma arki karo qofkii waxaan uga baahnaa oo dhan dabeecad ma fiirin karo hanti ma fiirin karo diin ma fiirin karo waxaa nagula talin karaa dadkaasi waxaa la rabaa in la fiiriyo odayaashiina oday hadda kahor wuxuu yidhi 7 beri 70 sano kala dooro 7 beri waxaa laga wadaa 7 beri ugu horeysa ninku markuu guursado su-aasha ugu badane la isweydiinaya waa sidee u egtahay xaaskiisu war gabadhu guursaday sidee u egtahay 7 beri wixii ka dambeeya sidee weeye baa la isweydiinaya qof wanaagsanba 70 sano ee dambe waxa laga hadlayo waa islaantaas ama hooyada noqotay ama intay gabadh ahayd ama iyada noqotay waa qof nooc ma ah ma qof xunba ma qof wanaagsanba taasaa laga hadlaya marka 7 days-kaasay su-aasha quruxda isweydiinta leh bay ku eg tahay waxa intaa ka dambeeya waxa weye waa dabeecadda iyo diinta iyo waxay la mida wey aad iyo aad sheekh waxaa jira dadka dhalinyarada oo inta badan dadka isguursada markii guur loo nisbeeyo dhalinyaray u badan yihiin xiriiro nooceeyaha loo baahan yahay si qofka muslimkaayo laga yaabo gabadha muslimadda ama wiilka muslimkaayo dhalinyarada oo guur raba wuxuu rabaa inuu xiriir sii samaysto marka xiriir nooceeyaha loo baahan yahay si uu qofka xuduudda ilaahayna u ilaaliyo wixii loo baahnaana uu u baahnaa bismillahi raxmaan raxiim dabcan labada qof isku soo boodi maayaan hal mar xiriir nooc ama unbaa jira wuu kala duwanaan karaa xiriirkaas xiriirku mid kooban buu noqon karaa oo markaaba qof la siiyey ama laba qof oo iyagu isbartay oo mataqaanaa waxyaa badan buu noqon karaa xiriirka horta midda koowaad waxa weeyaan waxaan soo jeedinaynaa marka hore in laga fiirsado guurka oon lagu degdegin oo aan mataqaanaa hadhow la shalaayin intii lagu fududaado rag iyo dumar labada dhinacba waxyaabaha bannaan waxaa ka mid a aragtida arrintaasna arrin muhiima oo loo baahan yahay gabdho inay fahmaan weeye ninku hadduu guurdoon yahay oo guurka uu dacad ka yahay waxaa loo banneeyey inuu gabadhii arko jirhkeeda wax ka mid a inuu arko oo khaasatan wejiga iyo gacmaha iyo wax la mida waa masale khilaafiya intuu arkayo nabiga sal allahu calayhi waalihi wasalam rag saxaabo ah oo kala guursaday oo kala duwanaa sida saxaabiga loodhan jiray mukhira wuxuu ku yidhi nabigu sal allahu alayhi wasalam miyaad soo fiirisay maya undur ilayha soo fiiri buu yihi nabigu sal allahu alayhi wasalam iska soo eeg wakadalika jaabir ibnu cabdullahi al ansaari iyadana wuxuu ku yidhi mataqaanaa or iska soo fiiri marka horta in la fiiriyo arrintaasi muhiim weeyaan leanna fiirintaasina
maxaan ku jiraahdaa xuduudeeda waa mas'ala khilaafiya culimada qaar ba waxay dhahayn waa wajiga iyo maxaan ku jiraahdaa iyo gacmaha qaar ba waxay dhahayn maya wajiga iyo qoorta iyo timaha iyo maxaan ku jiraahdaa meelo kale ayay tilmaameen maadaama uusan nabigu xuduud u samaynin soo eeg la yidhi marka xuduuddii xoogaa waa la isku khilaafay ha marka madaahibtu u kala duwan yihiin laakiin sida raajixa waxa weeye inta muhiimka ah sida mataqaanaa wajiga iyo gacmaha iyo meelaha maaragtay muhiimka ah meelaha qaarkood khaliijka kale haddaad tagto intaa ka badan sacuudiga oo kale iyo baa laga arkaa dumarka laakiin xasba alcurf curfi waxa la yidhaha baa jira almacruufu curfan kalmashruuti shartan waxaa dadku curfiga u yaqaanaa waa waxa shardi oo kaluu la mid yahay marka dhaqanka halkaa ka jira siduu yahay baa la raacaya marka taa waa wax loo baneeyey waxaa kale oo bannaan mukaalamaadka maxaan ku idhahdaa ama wadahadalka mataqaanaa mubaashirka ah oo aan ahayn khalwad aan ahayn labada qof way wada hadli karaan way soor fadhiisan karaan yacni iyadoo ina khalwo ahayn oo mataqaana khalwada waa la diiday khalwadu waa gooni in laysula baxo ama guri laysu soo xidho waxaa kale oo bannaan in telefoon lagu wada hadlo oo waana wasiilada hadda culimada in badan oo ka mid ah ay tilmaameen inay tahay midda ugu habboon oo mataqaanaa laga yaabo inay wax badan oo dhibaato oo dhici lahayd inay ka hor tagto ayaa laga yaabaa cilaaqaadka kale ee mucaasirka ah sida maxaan ku idhaahdaa internetyada iyo kullu haada yajuus yacni waa bannaan yahay inkastoo in badan oo ka mid ah maxaan ku idhaahdaa khaladaad badan iyo gurar badan oo nooca ku yimid ay mar inta badan fashilmeen waxyaabaha keena waxaa ka mid a aragti la-aanta maalan waxyaabaha dhaca waxaa ka mid a sawiraa laysu dirayaa sawirkana qofkii waxa weeye uu iscadaynayaa oo color baa lagu darayaa oo effects wax la yidhaha baa loo samaynayaa sawirkii hadhow maxaan ku idhaahdaa qofkii qofkiiba ma ah maaragtay sawirkii iyo caddaantii iyo dhararkii iyo wixii meesha ka muuqday waxaan ahayn ayaa meesha imaanaya marka lidaalika ayay aragtidu yani diinteenu waa diin dhammaystiran akhi yani inaad fahanto waay wax walba hadda xadiisan aan ka hadlayno kun iyo afar boqol oo sano ka hor baa yaa laga hadlay in sawiro laysu diro oo through the facebook iyo twitterka iyo maxaan ku idhaahdaa internetka iyo layska guursan karo ma jirin xilligaas laakiin shareecadani ilaa yowm alqiyaama ayay ku habboon tahay marka xidhiirku waa xidhiir noocaasa xidhiirka waxaa habboon inuusan dheeraanin inuusan dheeraanin sababto faa'iide ku jirta malaha inuu dheeraado waxayna faa'iide ugu jirin qofka markay labada qof xidhiir leeyihiin oo ay ku talagashan yihiin inay isguursadaan waxaa weeye xidhiirka isaga ah wuxuu keeni karaa waxdheer wax badanna kama ogaan kartid qofkii oo qofka inta yar aad wada hadlaysaan ama aad is arkaysaan dee qofkii wuxuu iska dhigi silaalin fatrada yarta ah oo malaa'ig buu iska dhigi gabadhiina gabadha adduunka ugu fiican ba iska dhigi ninkin warka weliga ayaa lahaa baranba maysa marka waqti badan in layska dhumiyo meesha kuma jiro waxaa ka mid a waxyaabaha xusidda mudan iyagana wax la yidhaahdo khutuuba ama doonanaan wax la yidhaha baa jira iyaduna oo mataqaanaa ka horeyso oo isla xidhiirka nooc ka mid a maalan inuu ninku gabadha doonto oo kale oo la siiyo laakiin maharkii iyo arooskii wixii ay dhiman yihiin khutuubaa la yidhahdaa ama waa doonanaanta waxa soomaalida la yidhahda ama engagement waxa lagu yidhahda waa wax bannaan inkastoo sii yaraanayso laakiin haddana in badan oo ka mid a waa wax jiro sharcan oo iyadana mataqaana gabadhii ninkii in la siiyo adoo loo gurinin taana waxa weeyaan xukunkeedu waa laba qof oo ajnabi kale ah xidhiirka ay yeelanayaan xidhiirka kale aynu tilmaanay ayuu noqonayaa markaad xiriirada ka hadlaysay ustaadi waxyaalihii aad sheegta waxaa ka mid ahaa khilwada ama in dadkii ayna gaar noqon sax dadka inta badan sheekaystana waxay rabaan waxoodu inay noqdaan wax oo secret brevada oo iyaga gaar u ah see laysu waafajinayaa in gabadhii aadan keligaa la fariisan maca daalika waxaad u sheegtay in ay gaar noqdaan ila haddaad dad isla fariisato dadko dhan baa waxay sheergaranyi waa arrin jirta waaye runtii oo dadku in badan ay ka sheegtaan dad badan oo laga yaaba inay ujeeddo saxa leeyihiinba laakiin wax telefoon la yidhaha baa jira baryahan telefoonka lagu sheekaysta insha allah lagu dhamaysta waxaa jira marka iyana qodob kaloo aad tilmaantay oo markii haddeer aad dul maraysay qodobada muhimka u ah si loo ilaaliyo guurka ka hor heshiisya in lasii dhigto horey inta aan laysku guursan ka hor sida meherka oo kale wax laysla ogaado bal hawsha iyana horta meherka insha allahu tacaala waan gaari doonaa isagoo faahfaahsan oo marka laga hadlayo xuquuqda labada qof ay isqabtaa baan gaari doonaa laakiin in yaroo hordhaca oo arrintan guurka ka hor la xidhiidha waxa weeye waa in lagu sii heshiiyey horta meherka
مربض وحركة سعيدة ويلكي قبل دي مهركة يعني كولها هذا أما أهمية دي مهركة أي سنجرنين باو حلايمان يا جوجوشي يا مدشي منطقة أنا أقول كده علىها مركز ما يعني ها أنا كل ما واحد قال لو كلا تجي هراء لو جسوا هشينين لو كلا تجي بقى أو قبل دي أنا واحد بدن عايش شغلتي نكينا ويل مكرايو لو قوم مرمي الحفلة دي ولا بقى يا عرسي قصيدة وكوبا بقى مركز ورتا وين نسيه الشيء وين لقى وضع حضلا إلهنا سبحانه وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة هوانك مهرك هذا سيء سوى واجبة الله يكرم به الله تبارك وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هريئا مريا هذه أي حسيك عفسة قبرد أيكو أنت وانك عفية وانك قليك وترى هذا أذون قصبين أما أم بريشر قرينينا وحاويان أيضا ويكو بنانتا هنا مارتي وحا ديسكاونتي أيكو سيسي وديسكاونتي وي ودوي ديسان كرتا ديسكاونتي سي وديه كرتا مهرك وشي نب أول ما هالشي محان كده هذا رمزي أو سك for example ما هبعد عو حكم ذا أو أركيسا قبل هنا ده هذا مهر بدن بربا وده ما كريو لين ما له دتكو هم مغلانة أنت هسان ما تغن طبعا كنا دولار أبو سكده مرة وين اللي ده هبلا مهر كده كن دولار يحلم ذا أما صدق بقول دولار مرة بأساس خطأ هذا نكون طاي لما قبل وين تعدل بطن ما وحني وحق واي وحق نك قرتي سارن في الدنيا والآخرة أو لقد دون ينو بحيو أو الدين قرتي سارن وين مركز تاهر توقظ مهم أين لأجاده وحا مهم مركز مهرك كهل دينه إن الله بذنن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نشك خير الصداق مهرك وحا أجو خير بذن بالنبي صلى الله عليه وسلم أي صاره متك أجو ير أي أجو فضط أي أجو خير بذن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحي صحابة التلمامين النبي صلى الله عليه وسلم يسوعنا مهركيسي وكو غورسدي يا غبديهي ستونا لغوما غورسدين باليل على اكثر من 12 اوقيه يعني وحاوي 12 وقيادود واخ كبدن او ذهب لا اسغا ولا سنكوما غورسن غبديسنا لغوما غورسن marka horta taa waan dhiri gelinayna in wixii aan ma taqaana aan la cusleynin waliba wuxu ku tilmaamay waxa ugu baraka badan mid ugu meherso ugu sahlan buu waxaan ku darayaa masalada maharka أنا هذا المجتمع النهاي لبا إنهايست من قانو حل إلى حد حيسيا أما وحوي إلى وحي غال كده إنه وح هذا قان لجوين كرين أما وحي إن ما تقانا معنيه ينحر كي لقى قاضي بريه هراء أنت هذا يعني ثمان سنة وحي هذا كوري أما شن سنة وحي كوري أما ثمان سنة تقريبا هذا وحي كوري مدة ثمان سنة عمره ولا ثمان سنة قبله وحدي يجري المهر كي هو كتاب القرآن و 91 الى 2000 الى 2000 كيسي ها مهركيغه وا كتاب قرانا او غرو بدن با هدا سا لوو قبا مصاحف لوو قبا غبديه ان بدن با لاله حدلي سدا ما اها مهركا وا انو نوقدا واخ تانجيبل واخ لا تابن كرو او غبدي اي بريتو او اي كارتو او نينكي ما تقانا كدغاي اسغينا انو ما تقانا خوله بخيي oo wixii ku adkaanaya wixii xoxo wax ugu soo galaad ma taqaan aqtaada qiimo badan ka yeelanaya ee qadiyada quraanka mushafka aan aslan qadiyadu waxa weey khald loo fahmay weey taariikhda idan hadan dib ugu noqon waxay ahayd nin saxab gabadh ba nabiga uu timid sallallahu alayhi wa sallam waxay ku codsatay inuu guursado nabigu sallallahu rabbi wa salaamu alayhi ha nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa jeestay yaani muusan arinta ajeebin نين صحابي ماشي فديه و النبي يعني يقدر انا الربا النبي صلى الله عليه وسلم واي هي بحال هي ستابيل ما تقانا تاريخ بقى مركه لسه واخا هذا دهر بقى لسه مره مركه بحال هي ستا ما هيستو ما خان كو يراها هي فرغشي ما تقانا ما خاتم ذهب ما مثقال ما هيستا ما مدبر ما وحب ما تقانا والله و هو يري ما تقانا معوستا ان قبا وخان كا اهين تران سينيا و هذا تسيس ادو ما حد خرب مركي دمو و خوي النبي صلى الله عليه وسلم قرانك ما حد كتقانا بركاس و خو شيغا سوره القران كميد سوره البقره ايو يا ال عمران ايو سوره لميدو تلمامي نبي مركو و خيري وحان كو غوريي ايغان كو غوريي سوره هاس اناد برتو وي مركا نيكي واخ كلا موسى هيسن اولا مركو غو هريسا ما دام موسى واخ كلا هيسن غبدي واخ لرب ما دام لا غور اني منفعه هشو وا اني منفعه هشا مقابله ام هركيدي دقاله ما هي نينكي marka maxaa laga qaadi marka waxa kaliyo haya waa cilmi waa cilmi aqwaan oo macallin noqdo marka ma aha inuu inta musa hadii la yiraado maashan u tagaya maktabad u tagaya ma taqana la la 500 shilin buu ka soo siisanaya gabadha ma halkaaga waa kan buule
يعني وأنا أقرأ وأنا صح إن قرآنك لو وينيه أو قرآنك وكتابك إلهي سبحانه وتعالى وينيه لكن وجددوا سيدا معه وجددوا وحوي وح أنفع يا قبلي فرجي قادي لو لو حلال يستي با يا لقاها الله يا مركا تا إن ما تقعنا سيدا لو فهم تي مركي قبله اللي قواني هذا ننعي كلا شيء كذي أد ونه يقص الروحي ولا قاليه هذا واحد مغليسا حفل ذا قاركود كيل الذهب كيلو الذهب هل كيلو الذهب نعم كيلو الذهب لبا كيلو الذهب طبعاً كون دولار لبا طبعاً كون دولار وهكذا يعني وحي مركز هدي لعاد كه يدنا رب بدن بكينيسا علاس بدن بين كينيسا مركز وحي إن لقيه شيءه عرف كان الله إلاليه دين ترى الله إلاليه محام كويرة هذا الله يسوع ترى الله يسوع نحرسته لبا ذا نعبا هذا كور واحد عظي ضد ك قبل با هذا كور سوء إسلامتي intan ee meelaha mareekanka ay jirnay soo islaantay horuntii yar oo aad u qurux badan nin baa soo islaamiyay ninkii wuxuu yiri gabadhii halay gooriyo gabadhii waxaanu ku niri maharkaagu waa imisa ma taqaan oo qof islaamnimadii iyo islaamku ku cusub oo ila hadlay Soomaali baa wuxuu yiri shaqo hal dollar ka dhig maharkeeda hal dollar ka dhig war hal dollar gabadha qurux badan ee geedka leeg ee soo islaantay hal door xuquuqdeed ma gabadhii baan u sharxay marka soo fadhiyay waxaan ku yiri islaamku wuxuu ogol yahay wax la yiraahdo mahar haye oo adu aad xaq u leedahay in alla intaad rabtaad qabsanaysa haduu raali ku noqdo waa xaq adiga aad leedahay oo up front oo ku siin karo macnaheedu maharku maaha in marku gabadha la furay taa waa khald ha waa sidii ku heshiyeen haduu rabo gadaal dibba loo dhigan karaa haduu rabana haduu bixin karaa haduu rabo qayb haduu bixin karaa waan u sharxay gabadhii markaas waxay tiri waxaan rabaa meherkay inuu $1000 noqdo frofanto hal goor buu kaadi kaadi way wacdo wuxuu sheekh gabadha waad igu dirtay waxaan ku yiri adiga saas ku fiican xaq qofka muslimka aqaadana sidii aad ala kulli xal ay isku guursadeen marka waa tahay wari waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii iftiinka islaamka oo aan kaga hadlaynay ama maanta ku falanqaynaynay arrimo la xiriira qoyska muslimka ah ee sheekh qodobadii marka tirinaysay hordhaca u ahaa ama ka horeeyay si guurku u noqdo guur miro dhal ah oo fiican waxaad ku soo dartay in xafladaha qaabka loo qabanayo la isla og yahay ayna yihiin kuwa u baahan moogtahay in la maro wadooyin gaara runtii waa qodob muhiim ah awalan waxaan qareynaa in islaamku uu baneeyay in xaflad cursi ama aroos in la dhigo inay tahay arrin fiican oo sunna ah oo la eclaamiyo guurka waa tan hadda ay ka sheekeynayna ahmiyadda u leeyahay eclaamka guurka waa xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam ha xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sunnatay baa jirta oo arrinta muujinaysa marka waa laga marmaan in xaflad la qabto oo nabiga sallallahu alayhi wasallam baa sameeyay oo maxaa ku yiraahdaa saxaabadiisa oo awlim walow bishaad yani ku walimeyso bal hal neefna allah ka dhige waawli wax muujinaysa baa leeyahay wax la'aan inay tahay neefka halka neef la gowracayo inay wax ka badan ay munaasabad ahayd marka guurka in la weyneeyo waa loo baahan yahay in la farxaa loo baahan yahay taxsiin ma aha waa in la farxaa waa in mataqaana maaratay farxadaas ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo laga mahadcelinayo laakiin haddana in la digtoonaado oo la taxadaro aad bay muhiim u tahay laana guri baa la aasaasayaa marka guriga la aasayana hadii hadda guri la dhisayo foundationka iyo aasaaska guriga waa in la adkeeyaa haddaad gurigii ku dhisto xumaan iyo cisyaan waxa weeye gurigaas waxay u baahan tahay inuu sii taagnaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay afaman asasa bunyanahu ala taqwa min allahi wa ridwan yacni qof lagu aasaasay ama ku aasaasay maxaan ku yidhaahdaa dhismihiisii ha calaa taqwa min allahi wa ridwan ilaahay cabsidiisa iyo raalli ahashihiisa khayrun miya khayr badan am man asasa bunyanahu cala shafa jurufin haarin qof maaragtay gurigiisii ama wax lagu aasaasay darbi dumay oo qarka laga saaray fanhaara bih oo markaa mataqaanaa la hoobtay ayuu ilaa alla tabaaraka wa tacaala fii naari jahannam wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahayna dadka daalimiinta marka marka guriga la dhisayo qoyska la dhisayo in taqwada ilaahay iyo raalli ahaanshaha ilaahay lagu dhiso waa laga maarmaan waxyaabaha haddaynu mujtamaca soomaaliyeed nahay caanka agteenna ka waxaa ka mid a israaf fara badan yani xadgudub ha dhaqaalo fara badan oo lagu tumanayo oo arooskii lagu dhigayo xafladii kubanaan $1000 isagoo waxba haysan qofkii ayuu intaasoo $1000 iyo kharash garaynaya ilaahayna subxaana wa tacaala uu ka hadlay walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiin
دتك وح فرديا حولها فرديا كل عيارة وحي وحي لم يديهم وحي ولا ليهم يقول الشيطان وكان الشيطانه لربه كفورا شيطان إلهي بكو قالوا إن الله لا يحب المصرفين مرك حولها يعني تدا إن لقوا عياره وحلاقي يا با نيجي أنت هسوكون الدولار بحناية إن هو يدي أبيه أي قاتشي سين أما قحطية ذا أي كشرة مرك إن وحي الله أحد حايستو أي الله بهاي وحكم إذا حفلة مرك الله ديجا يو اختلاط بنام بعد عرق يدوم ربع سوبي من أي حفلة ها قاركود ماشي بموزيك بلقوا عياره حمان باكر عيسى ماشي يعني عرضي ولا قاويه اختلاط تمشى يعني موزيك موزيك أنه وحفي عن معها لا عرسي إيو غيره وحو أكثر معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آد بوقدك لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرة والحريرة والمعازف وما دي ذو حكم إذا تضحل على سنة آخر الزمن على مظهر لو قرتك متها تضحل على سنة ما تقانا سنة إيو حريرتا إيو موزيك هذا معازفتا موسيقى ذو مركا حيامها نوع عصو كلا لما أقوله هي حفلة ذا نوع عصو كلا كوه حي الله يا دو هبل فنان دي عان كهيدي فنان كي عان كهابا عروس كهبل كتو ميا أما لقتو ميا وحاسي وحشر عضو أقوله شيء ما اسمها جوري أنا أمو ناك سنة وأنا الدو مركا أرنتها فهمان إن بدنا كم الدو مركا مركي جور كل عو وحوى وي وريران وي كلا بطبطان وحتى كوه الدين لمركا قرب عرك سايجو حدودي طلابية وحيابا با وانا فرحة اللي اقولي وحا كم اذا دو مركو اني فرحان يقو قونئة اني متقانا عياران اني بران برطان اني دربانك دفك تنتان سوحا قرتي ما وان لو اقولي وحا صورنا رقو له سيدوك اللي قوني دو اني افرحان ايا لو اقولي مركو حيابا هاس ايا متقانا چرا اورنتي وحا كم اذا حيابا ها لو بها يلقات ايرادو او قالا دا لقات دا يدي baashan ma taqaana gaawnka ee gabdhaha loo xiro marka taajka hadda la yiraahdo ee shandarwada wa marakanaa wax weyn ma aha dadka agtooda qiimeyn kala dhaan waa dhaqan oo ninku intuu saa u qaado marada uu ka dadna kalaabayo sidii maxaan ku raka dibna uu dhunkanayo kadibna uu keeg afka u gelinayo dadka hortiisa كل هذا وحوي ودقن قالوي من تشبه بقوم فهو منهم بي النبي صلى الله عليه وسلم منك قوم كضيضه iyagu lamid yahay oo faraanti uu galinay adii waxa weeye waa ku deesha gaal qofkii ku deydana iyagu lamid yahay buu markay ilaahay subhanahu wa ta'ala diin buu ina siiyay dhaqan buu ina siiyay soo waxa gartay ma hab aynu u farxno ayaan leenahay oo ka duwan kaas marka in waxyaabahaas runtii la muraaceeyo ayaa loo baahan yahay waxa kamida waxyaabaha xusida mudan runtii oo nabiguna uu ka digay cuntada iyo alaabariga ama ducada ama sabta marka la dhigayo النبي صلى الله عليه وسلم وحكوت المامي الشر الطعام طعام وحا وشر بدن طعام الوليمة طعامك الوليمة دي أراسك الله لك محيطة هاي وحا لوغو ييرا يابو النبي صلى الله عليه وسلم من ياباها قف أن ربين كالي ما أنت إمو بالليه وحا لغا عيرنا يا من ياتيها كي ربايا قاچا يسنا وحا شركو كون نقطي وحا وي كي قاچا يسنانا والله برنا يا ونن با انتي بروس لودي وقرون لودي بل هذا مساكين تتون ما قرتي وضياشي على الوين تهاي لكر الآن ما يد هاي سقولة يا لكلفة يا أول ليه ما تقعنا إلا وإلا إلا إمو مركب تعالى وحلو بهاي إن أنت وجو بدر ضدك الله جفر حين كرا مساكين تنا أي كشرت مساكين تنا أي كشرتو إن الله جفر حيو أي لو بهاي هاي وحيا بها قاركود محام كورا هذا تضبطي إيو طبعاً كي إيو محام كورا هذا شاش صار كي إيو هذا كله وح شق كله ما هدينت يعني وها رقم موضت كويس كسر ماين كران هدي أصلا ما تقعنا عبادة لو لا شيء دين شرعي كانوا استخلاف سنين لكن وح أيتها قصب إلا سمايو معها وح أيتها قصب إلا سمايو معها ملهين وحي هل هو عياره أو هل اللي ذم ملهين أو ما تقعنا أنتي كيوس كلا تجو أما الدكان كيرك معذار كلا تجو ما تقعنا بسكوت يو لا بكير يو شاهو بجيسا سيدات كقارك أن كوارك ملهين ومرة من وحن ووح مقدس سوين أو هل الدل يستملهين قول كي يو ما تقعنا مالك عسى ومال مهم وأجبرنا ومال مهم وأنك تاملي لكن إحنا حيس برنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة هذا آياتين شيخ إنك عمر إن غيبت جبا جبا ده أما سؤالش وجودا بيسيب عي تاي تاني marka hadda ka sheekeynaysay gabadha oo taaska oo dad kordhsi looga rago keega looga shay dad badan waxay ku andacoodaan oo rag iyo dumarba waliba gabdhaha waxay rabaan waxaan rabnaa bay dhahayaan inuu ninku natso dadko dhan hortiisa inuu na jecel yahay waxyaalaha ay ku sheegan bay kamid tahay marka bedel kale ma heli karaan oo qofka ugu sheego gabadha inuu jecel yahay intuu dadka hortiisa kuna qaawin lahaa
waxba ma taqaana dadka hortiisa oo la isku dhunkado wax jacayl oo muujinaysa ma leh waa xisho daro alxayaau min alimaan alxayaau kulluhu khayr buu nabi sal alay wasalam wa shucbatu min alimaan waxa weeyaan jacaylkuna wax afka laga sheegta ma aha waa wax qalbiga ku jira weeye qofku isagu waxaa laga maanta o dhan inuu iska sheego inuu wax jecel yahay oo ninku maanta o dhan waan ku jeclahay gabadh waan ku jeclahay inta badanna waxaa laga yaabaa inuu ilaahay baa og waxaas inay wax ka jiraan iyo wax kale marka xaqiiqda in loo soo dego ayaa la rabaa waxaa weeye waa wixiiba waxshoodka laga qaadayo weye ma uma baahna gabadha ninkeeda gurigooda iyo ku jira u sheegi karaa inuu jecel yahay wax dhibaataana male inuu ku yidhaahdo waan ku jecelahay iyana ay ku tidhaahdo annaga waan ku jecelahay kullu haadaa yajuus diinteenna way banaysay bal in laysku yidhaahdo ayaa loo iska daa maxaan ku yidhahdaa xaaskaagii iyo gabadhaad qabtay warkeedee dadkii walaalaha muslimiinta ahaa ayuu nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi idaa xaba axadukum akhaa miduu midkiin qof ilaahay dartii u jeclaado oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo wanaaggiisa ku jeclaado falyuclimhu ha ogeysiiyo walyaqul innii uxibuka fillah oo ha yidhaahdo anigu ilaahay dartii baan kuu jeclahay xaaskuna waa way ka awlaysanta min baabi lawla marka siyaabo kale oo fara badan hadiyadii maxaan ku yidhaahdaa iyo waxyaaba fara badan oo ilahay u baneeyay fi lbeyt fi daakhil lbeyt markay keligood yihiin ayuu ugu muujin karaa marka amaama annaas amaama almala waa tashabuh bilkufaar waa tahay daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii iftiinka islaamka oo aan ku falanqaynaynay qoyska islaamka barnaamijkan barnaamij la mida intaan ku kulmi doono waa dhammaantayoo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.